شكات ياك اودي هاك هي الخليه مول مليح باع وراح ما بقاش محلي ما يحضر معنا نظره ديزاين اخر ما يكون امي ما كتزوق باش تقدم حسن فين راك حسن ما عندي ما نقول اخويا باص اسيدي يا الشاف بزاف راهو كنت تعب ودرت واحد المجهود جبار هو ولد اميمه هذه هي المقدمه اللي نقدمه في فيديو حسن شنو تقول للمتابعين ديالك تا راه شنو نقول للمتابعين الله يرضي عليهم الله يرضي عليهم الله يسخر لهم في الوليدات ويجعلهم الوليدات ويجعل الضنايا تخرج مزيانه والزريعه تخرج مزيانه هي يرشحوا على السي حسن يديروا رقم اربعه ولا خمسه غير يكتبوا غير يكتبوا حسن يكتبوا انا من اميمه الله يعطيكم الصحه شوفوا الخوت اطباق كيفاش دايرين اطباق خطير السلام عليكم جماعة خير بعدا دائما بخير وعلى خير تنشكر هاد الوجوه الزينة على المساندة ديالهم على الدعم ديالهم إن شاء الله رب العالمين كما شفتوا متابعينا الكرام قالك أسيدي ما بغاوش بغاونا نبكرو أن نتحملو زعما ونبتكرو ونزيدو نخترعو لهم يعني الأكلات يعني اللي تكون إن شاء الله رائعة وجبنا لهم لاباتيس هادي أختي أميمة سميتها لاباتيس غادي نصاوبو إن شاء الله أنا وأختي أميمة إن شاء الله رب العالمين واللي تنطلبوا من المتابعين حتى انا المتابعين شوف خلاص انا الا ربحت غندير لهم واحد الهديه واحد الهديه ما غاديش نختار لكم على اللبان ان شاء الله رب العالمين ولهذا ولهذا تنطلب من المتابعين ديالنا كاملين انهم ينجحوني انا واختي اميمه ونديوها للحسن ونديوها لياسين الله يجازيكم بخير المحبين ديالي ريافه ديالي الشوح ديالنا سواسه جميع الاطياف ديال الانسانيه بغيتهم يباتوا تيكتبوا لنا انا ولا لا انا ولا لا اميمه ما فيها بس تخسروا لنا واحد 50 كومونتير 50 من وقتكم ان شاء الله رب العالمين يديروا غير نقطه نقطه قليب اللي كان المتسبب اللي كان شو المتابع كما قالت اميمه غير بقاو تكتبوا واخا يكونوا بالخطا تعدوا يكتبوا لا كتب غير واحد رقم واحد ولوح ولا جوج ولوح ماشي بالضروره تكتب حسن اللي بغينا يديها مثلا ولا شيء اي رقم كتبوا لك ديزا سي حسن دايزا سبيس خلينا المسابقه دايزا ما كاينش المسابقه كومونتير مبروك علينا هذه البداية إيهو مبروك علينا هذه البداية مازال مازال متابعين ديالنا كتبوا لاباطيش لاباطيش ها هي المتابعين والله إلا لاباطيش قلنا من البحر جاية حسن هذه جاية من البحر الهندي محيط هذه المغرب أخويا الحمد لله يعني الحوت موجود يعني تيتوفر بكثرة خير حسن المغرب ديالنا يعني فيه اي حاجه بغيتيها كاينه تتوفر كنت بغيت ندير لهم المتابعين القناريه القناريه قالوا لي مال انت ما قابلكش التحدي حسن حقنا المراه هي كبرت وقلت لها الحامض وري قلت لها البارح انا والوالده ولكن هذه تتحيي ما قبلوهاش ليا وفكرنا انا ولا لا اميمه جلسنا مع راساتنا وتشاورنا قلنا لي مالا نديروا لهم الحوت هذه لاباطيش ما تبانش حاجه ما داروهاش يعني الحوت ما داروش حوته كبيره راني سمعت عطيت تقديم لأميمة كما قلنا لكم المتتبعين هذا النهار هذا انا وخويا حسن صراحه هضرت انا وياه وفي الاول كنا دايرين اننا غادي نديروا اللحم بخصوص انه صراحه تبارك الله عليه كيعرف يطيب اللحم حتى الدراري كاملين سبحان الله كيعرفوا يطيبوا اللحم ولكن زعما فاش ما زعما ما كانش المتتبعين القناريه وهذه اختارينا اننا نديروا حوته معمره المتتبعين هاد التعميره ديالها بشعريه صينيه الزيتون شويه ديال المعدنوس والعطريه ديالها وغادي ندير واحد الخبيزه معمره للمتتبعين هنايا كاين عندنا صدر ديال الدجاج فلافل عندنا بصيله حتى هي مشحره والعطريه ديالها غنديروا عاوتاني الحوت الفيف هذا الفيف باش عرفوا هذا غنخليوه هنا البنات ان شاء الله شو على حساب الوالد ما تعجبوش هذا يمشي والديه بعدا هانتوما المتتبعين الحوت عندنا عاوتاني هنايا الكروفيت المتتبعين الكروفيت وغنديروا بواحد لاصوص ديال مطيشه يعني غادي تجي الحوته معمره في سميتو فهذا ديال الكراتان وغادي تجي ديك لاصوص مع الكروفيت فوقها يعني غتجي زوينه وهنا عندنا الفلافل المتتبعين وسميتو والبصيله وهذه غنديروهم البيتزا ها الطون ديال البيتزا الزعتر لاصوص طوماط ديالها الزيتون اوميما اللي بغينا او ماي ما 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 او ماي ما
ايوا زيد يا اميمه هذا البوبوي ما عمرنا كلينا هذا جبتو على ود الوالد عاوتاني البوبوي يعنيك اولدي والله الا الروح ديالي تيجي كي البيض الله يعطيك الله يخليو رشيده تجي حدا رشيده فين هي رشيده هذا المتسبين انا والله ما عمري كليته ولكن هذا غيجي المتسبين مشرم غيجي البوبه وهنايا المتسبين عندنا الكفيته غنديروا فيها نديروا لي بروشيت ديال الكفيته وعندنا التحليه ديالنا غندير لهم تيراميسو المتسبين صراحه غيجي هي ديال الزبده هنا كاينه جبنه ديال ماسكاربون عندنا جبلي فاني هنايا كاين سكر سميتو سكر ساقي وهنا عندنا نسكافي وهنا هاد لي بودوار هادو والسميتو العصير اللي زعما اختارينا هاد النهار غندير لكم واحد العصير اللي زعما فيه الحيويه المتسبين فيه لافوكا فيه التمر وفيه اللوز يعني غادي تشربوا واحد العصير اللي زوين ان شاء الله وهنا كاينه سميتو الشوربه ديالنا غنديروها بالمحمصه كفيته مطيشه وبصيره ديالها والربيع راكم عارفين وهنا خلاص دوك الخبيزات اللي غيتعمروا غادي تشوفوا الله يلا برنامج رائع اميمة يلا غندير لكم واحد التصويره جماعيه وواحد التصويره مدته لا شي بعدا قبل ما ندير التصويره غادي نشوف هاد الناس واش غيبغيونا نديو انا اميمه ولا غيبغيو الانانيه لراسهم اش قال لكم البنات واش ندي انا اميمه واش يعني موافقين ولا يعني انتم مزيرين ولا مزيرين اخويا زوري زير عليك انا موافقه موافقه وليده ويشاف ولا ماشي ويشاف انا موافقه اصاحبي الوالد لا شوف الوالد موافق ما بغيتش تدير غادي يجاوبني ما انا عندي قلت له انا غنعطي واحد الكلمه المتابعين ديالنا الاعزاز الهلا يخطيكم علينا وشكرا على تعاليقكم الزوينه وشكرا على الهجوم اللي كتعطيوه للجروب محبوبه كامله الهلا يخطيكم انا بغيت اللي يكتب كومونتيرات لرشيده واللي يكتب الاميمه وحسن الى الدها حسن ما مقبولاش هادي ما مقبولاش هادي لا للغش لا للغش لا للغش لا للغش لا للغش لا تاوما طلبوكم طلباتكم تيتيش على قبل ياسين وطلباتكم حفصة على قبل الحسن انا غنطلبكم على قبل راجلي كاع الناس اللي كتبوا لي كومونتيرات وباتوا فايقين وكيتواصلوا معايا وتيقولوا لي رشيده راه درتنا يدي واش يدينا واش نزيدوا ولا بركه الهجوم ولا لا خطيكم بغيتكم تكتبوا كومونتيرات بكثره الحسن واميمه وديروا جيم ما تنساوش حتى لي جيم ديالكم راه عندهم واحد المفتاح واحد وصيفط واحد جوج وصيفط بلا ما تكتب جيم كومونتير جيم وكومونتيرات ماشي غير واحد كومونتير كتب حتى 1000 كومونتير يعني عندك الحق تكتبها وهذه هي الكلمه اللي غنعطي الحاجه عطات لكم واحد التصويره جماعيه بعدا الحاجه مسكينه عطات لي قبيله من واحد الى رشيديه من رشيده تتبغيكم كاملين من رشيديه تسول عليكم مشكله بيتها تتكتب حتى هي وبناتها حتى هي العريسه تاع ريفيه ريفيه تبارك الله والله يلاه ندير لكم واحد الصوره باش نحسبوا واحد ثلاثه باش غادي نطلق العداد ان شاء الله تجمعوا واش سيدي باني لاباطيش سيدي رشيده باني هنا حدا حسن زيدوا زيدوا بانو زيدوا تجمعوا كاملين هكاك يا سلام يا سلام غير ما بغيتوش تسوسكم صراحة يلا غنكتبوا لنا واحد جوج ثلاثة بحال العادة باش ينطلق العداد ان شاء الله واحد لا والو والو فاشني لا والو فاشني 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 سير على الله واحد ثلاثة يلا واحد جوج ثلاثة بحال ينطلق العداد ان شاء الله يا ربي حاضر شاف صافي ويشاف 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 يلا على مولانا العريسات بقاولها حصة مع سميتو مع حسن والله صوتي تيس غير مدوا لهم وكونوا معاهم اميمه بدا التحليه ديالك يا والله حصه تيتيس اجوا معنا ان شاء الله هنا الوالده والوالد تقدموا يلا حسن شنو غادي دير واش هو حسن باش يعرفوا المتابعين راه حليت عند المعلم يعني نتحب الحوت لقيتيها قلتيها لي صابوا لي داكشي مزيان باش امامي ما تضرش الثمره ما تضرش العذاب يا حسن عمرنا الحوش حسن هضروا هكا حديتهم غزي هكا حسن بين الحداقه ديال الزمان عاوتاني
وحده كاع ما كاين غير يا وسي الله لا مهم ما تخافش منها شوف الشده ديال المعلمين بسم الله يديرني غاسل مال المتابعين باش تعرفوا قلب الحوجه تجي عندك اصاحبي هاك معلم هاك معلم يا شي دابا برافو عليك حتى اليوم غادي ياكلوا مراه صاحبي يدك مزيانه صغيره هزه ديال باش ندخلوا داك الشيء ديال كليميني تاع الزيت ديك اصاحبي هزنا الهزه صحيحه صاحبي الله يرضي عليك حسن اصاحبي واش هزه هادي عمر بلاتي يا عمر نعاونوا تشجعوا انا ما يخاف ما والو مخيطه راسها براسها ساهله الوالد حوام الامور هذه حسن قلب هذيك هذيك حسن معلمه ولدي غير شوف باش نوريو للمتابعين باش يفهموا انت موش شخص نزل المعلمين بالله ها دابا هزه مزيان هاكا كشي دابا اللي يدينا عندي راه غادي الا شتي هذيك خاويه شويه ندير سوا اخرى عاوتاني لاكريم نطربها ندير فيها شويه ديال شتي فهاد لاكريم اختي بالسلامة شنو درتي فيها؟ غير الكريمة المتسبينة نطلعها وندير فيها شويه كريمة ناشفان ولا كريمة سائلة 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 ذاك الرايب يكون جمد ولا مازال؟ يكون جمد وخيرا لاباس باش نشاركو معاهم في كواليس ياود ام حليمة هذاك الوقيت صافي البوب ما تساوناش البوب حسن نقصوا واحد شويه من هذا مزيان احسن يلاه فينا الخيطو الابره واش خيطو الابره احنا ولينا بدعي ولا والله غادي نشوفك واحد واش يدير الخيطو الابره ولا بلاش يلا على مولانا جمع رسم هذه محلوله مره يلا 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 حصان زيدي حداهم يا خربي لهم الله يجازيكم بخير الله يقبل الصيام ويقبل القيام وإما بغيتكم تعاونوا با حسن يديها اول مره عرفتوا علاش انا المتابعين ديك الساعه درت لهم يعني درت لهم يعني خويا حسن ما كانش الخشب ما عمرني ديتها للمتابعين بغيتكم الله يجازيكم بخير ما فيها باس خوكم حسن يديها باش تكمل الباهيه ما بقاش ضربوا مع حسن بزاف لا انا غير المتابعين الله يجازيكم بخير باش تكون عندك ربعه الرغبات باش تكون عندي واحد الشان واحد الهمه يا با حسن يفوز عندك حق في بعض الرغبات 30 ثانيه ضرغي في الفيديو كامل ياك رشيد الشيء اللي قالت لنا رشيده طول الفيديو كله رغيف لا صافي خويا هذيك شدي يلاه حسن اجي شنو غنديرو اخر عاوتاني هنايا شنو جات تما تيجي احسن انا درت للمتتبعين كريمه سائله شويه ديال السكر سميتو يلاه صافي نقولوا له حفصه اختي سكر كلاس كريمه سعيده شويه ديال افاني غادي نطلعهم دابا بعد يلا على مولا الكهرباء الضوئي ولا الكهرباء المائي لا لا صافي رشيده خويا كاينه عليكم بالله جوج يا سلام والله العظيم شوف الحسن والله العظيم الا درنا واحد المحبين والناس قالوا لنا يعني تنقراو واحد المجموعه ديال التعاليق تيوك هكا بغيناكم ويعني بغيناكم انتم كعائله بيناتكم وهذا هو المحتوى القديم اللي عرفناكم به ما بغيناش خلوطه ما بغيناش كثره الناس وكثره الهرج بغينا قناه محبوبه ترجع يعني للاوج ديالها والزمان ديالها مرحبا سي حسن فهمتيني والله الا تيعيطوا لي الناس هاتفيا تيقول لي سي حسن دابا عاد ولينا تنتفرجوا فيكم وتنحسوا بديك الحلاوه وبديك المتعه ديال القناه اما بشحال هذه راه كنتوا غير تدرسوا بهذا المفهوم هذا صافي ودابا من هنا شوف شوف حسن رجع لي مرحبا كونوا غير معنا احنا مرحبا رجع لي القديم كونوا غير معنا ان شاء الله بطاقه ايجابيه ببساطه وباغيين غير حنا كعريصات وكالوالي وكوالده وكرشيده كتيتيش كحصه باغيين غير هذا المجمع هذا قال لي عافاك جاوب علينا انا جاوبت على المتابعين مرحبا سي حسن عرفتني انا وصلت لك الميساج رشيده هزوا ديك الحوت عندكم واحد التصويره حسن ها هي سيدي يلا ما شاء الله في المينياتور هي الاولى يا سلام شوف فينا انا يضل هاد الحوتين مع 8 الصباح كان مول الحوت مازال ما عرفش خلي قاعد في الباب الله يسلم يا خويا انا ما الباحث قال لك على شي حوايج كاع ما بيتم اللي جات تقلب دابا جات لك الماء غتولي عقده غتولي خاصه غتولي خاصه لا غتولي كاجبه الحليب واش اخر لا ماشي الحليب غير كريمه سائله وانزيجان كريمه سائله ما شاء الله صافي تخسرنا خسرنا الله يعينك شوف الواقع ديالنا ما كرهتكمش خسروا الصراحه قلت لكم واش نكذب لا 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 انا رشيده يا خويا الجردات ها ايه يا رشيده يا وليدي هاك هاك ايه يا رشيده يا رشيده اسمع الله يرضي عليك شنو السي حسن راه الا ديتها هي انا انا من المتابعين هذا وعد مني غادي ندير لكم اكبر مفاجاه واه رشيده قالت لنا اكبر مفاجاه اه ثاني والله الا هي عندها مفاجاه قالت لي باللي والله الا قالت لي قري لنا اختي رشيده ماشي دابا قالت لي انا زي صوت لي بالليل قلت لها والله تقول قالت لي ما بغيتش قلت لها تقول قلت والله ما يسمع مني شي واحد وفعلا قالت لي عجبتني اه والله الا عجبتني نهار غتقول للمتابعين غادي يعجبهم الحال خليوها حتى الوقيته ديالها وغادي تقول ان شاء الله ان شاء الله يا مولانا حسن اش غادي نديرو؟ اللي بغيت نقول لك عيطي للوالد والوالد يفطروا معنا صافي ان شاء الله غنعيطو اليوم غادي يفطروا معنا صوني عليهم الله يرضي عليك باش يبانوا معايا في الكواليس ولا في الكواليس
تمحزوم انا بون هذا الجمهور كبير ان شاء الله يا حسن الترميله ديالك في يلا تكون بزاف بزاف حقيقي ندير لها ديك الترميله احرس الله باش ندير لها ديك الترميله بزاف في التجميل حتى تكون شوف من الاحسن ما تقولهاش العطريه يلا غير شويه شويه حسن الحاجه وصافي ندير لها كذا تكون لا بدا قال لا بدا من العطريه حيت ماشي بزاف ما نزلتش العطريه لا بدا حسن لا بدا يلا سي حسن شرب لنا ديك الكفته المهم هيا كطلع كطلع ان شاء الله يا ربي غادي نشوف واش كدير واش تديروا لنا البنات اش ديري احسن جيب لاطه رشيده وانت ان شاء الله صافي شويه ما بقاش تعاونيهم بزاف شوف ليك ما تدوخش شويه انت رشيده عاوتاني شنو هي؟ عا ما ندوخش انا مع راجلي راجلي عينيا واش كنشوف المتابعين الا كنتو كتبغيوني وصوتوا عليا بكثره تا راجلي صوتوا عليه وما تخلاوش عليه وعلى خطيكم وحيت هو من اطيب خلق الله والله واخا كتشوفوا تما ما كيبانش في الكاميرا بزاف ما عندوش مع الكاميرا بزاف واني من اطيب خلق الله وعلى خطيكم كومونتير ديالكم ولي جيم ديالكم بارك رشيده غير 10 ثواني بارك عليك تيتيش اه انت كتعاوني البارح كان مكاين ولا دابا كتعاونيهم لا 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 عاوني اختي شوف والله اختي تما وحسن هاك كنتو شويه الزعتر منا من فوق تيحطوا واحد الزيطره تيجي خطيره زوينه هذيك لا ماشي زعتره تيحطوا واحد العميده هكا ما عرفتش يسميوها هذيك ازير وهذا الملك يطلب شنو غادي يديروا به البنات هذا ما شنو غادي يديروا به البنات لا داك المباركه غندير فيه الكوره ياك نحبسوه نحبسوه عليه على مولانا اييه وما نديرو المغرب بحال هكايا في الطبان ديال العواد الطبان هكا بروشا هادي شكون تيديرها تيديروها الناس الغرب بزاف احسن ما كاين الحوت وكاين الشوايا كاين ما غادي تاكلوا الحوتة الحوتة كاين جوج حوتات كبار وكاين جوج كيلو ديال الحوت ديال الفيل راه غيجي معمر وسميتو انا تنقول هاد لاباطيش هادي راه غتزيركم ايوا صافي هاد لاباطيش نبداو بهاد لاباطيش على مولانا يلا عطيو الحسن العمدان عطاو الحسن العمدان سيدي شوف الحليب يكون في الثلاجة ولا ما تيبغيش الحليب يكون سخون يا الله شوف بحال كذا شوف النفاصون جات زوينة عندي الشرمولة الشرمولة هي اللي زيناتها هي اللي زيناتها راه نختار شي الشرمولة مع حسن هنا نشاركوا معاهم هانتوما كيما كتشوفوا الكريم ديالنا طلعت تبارك الله الحمد لله طلعت الحمد لله طلعت وعلى هذا الكريم غادي ديروا لنا الجيم وتسبينوا ديروا لنا اللايكات ان شاء الله يا ربي سيتي رشيده عندنا نسيبة فاطمة تحياتي كبقيتي شوية لاباس بعدا شوية هذا النهار واقع ايوا الحمد لله الحمد لله الحمد لله يلا حسن عطيني حسن اسعد ما يقولوا ما اختك برافو عليك اسيدي هاد العيالات راه ما يقدر لهم حتى واحد ما تخوف كما تشوفوا راه كان ديالنا هي تطلع العجينه ديالنا فينا هي تعمر دابا ولا بلاتي؟ راه واجده ياك يلا صافي على مولانا تيبان لي تنفطر ان شاء الله غيكون بواحد الخفه واحد الرشقه هذا النهار ان شاء الله غيكون داك الشيء زوين ما طلعت هذه بركه علينا لا خصها تجي شويه اسيدي والله الا كنتي في عون حسن غير انا اللي ما عندي الزر مع هاد العيالات هادو ما نعرف كيفاش القضيه ديالهم كاع صافي ها ناضين هما شوف غير شويه الفرن ديال الزر ولا الفرن ديال السبيت؟ فيهم الفرن ديال السبيت الكوزينه ديال الحبوب ها؟ يلا يا مولانا يلا سيدي اختي تيتيش ان شاء الله غادي نشدو بزاف الوقت زعما يطيبوهم دابا خصهم يطيبو هما ديرو ملعقة بلا مهيلة سميتو ملعقة فيها مهيلة اه تيتيش ما تشعليش عليهم راه دارت دار البال دابا نتكلم بالخبز ديالي واه هادي ما غنشوفوش اذا هادي صافي تحيدات هاد من المسابقة سي حسن هي دخل النار في اخر لحظه حصه شنو غادي ديري انت بالسلامه حصه درت فيها الماء طايب الاميمه انا في الخبز في ديك البوتواغ ديال بيراميسو بيراميسو يا حصه يا بني سيما شنو غنديروا في هذه المسابقه هذه يا الحسن قال لا ضر لا طموبيل شنو بلي ما زلت كنخلصو ديالك لا ضر لا طموبيل ثلاث بينا يا حصه ثلاث بينا اه هادشي حق المتتبعين ما عندنا ما غنديروا اللي عطى الله هو هذا ياك احصى ما كنت تبكي اصاحبي اخويا ما بقينا فاهمين والو في هادشي هذا والله بخاصه احصى ما بغيناش تبكى الله يرحم الوالدين الاختي هذا كتحرق البنات الاختي هذا كتحرق البنات هذا كتحرق والله القصه معكم بصح الاختي هذا كتحرق داك ما الموتور ديالها تسمتو عيا لا لا ريحتها هذا عليكم بواه كيما كيراميسو هذا سيدي كيراميسو شوف كيما كتشوف الخوت هاد الكرامي السعودي انا من الدبن ديال القهوه هاد القهوه كامله غديرها بزاف لا ما كاينش طوشي الماء ولا نقصتي شويه ولا شويه ديال الماء كاس
لا غير رز ما لا فاش مسكينه ما طوابلات يذوبوا هكا داكشي ديال الافلام ديال واه يذوبوا هما يذوبوا هما يذوبوا يذوبوا هما التمارين التمارين شنو كنقول سيدي انت يلاه سي حسن بسم الله ندز ربها ايه يا حسن يا وليدي يا ودي هاك صافي العيال حتى رجع الله عزاز انا مخلوع من ناصح اكثر يا صاحبي وكتشات مشي وشي في اليد ناصح سمعتي راه كاين رجال تيدخلوا للمطبخ والله الا تيكبروا منهم العيال حسن حيد حسن جاي رشيد حسن حسن ما دازوش رشيد حسن سيدي اش قلت هذاك خندي مشغلنا من بعد احسن يا احسن شينا فيها يا احسن دابا انا بقى غادي تسكت دابا كاع يا صلاة يا صلاة يا أغار منكم لا 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 انتوما الا كاين شي حاجه تسمعوا انتوما مكروه مكروه والله ماشي بلي ما يلا حسيت بها كتصبر انتوما واش كما كتشوفوا حصه كتعاون كلشي تيعاون عرفتي الكوزينه راه فيها الروينه يلا حسيت بها كتصبر نهار عظيم ها هي اميمة حسات بها اللي عزيز عليه حسنا المتابعين الله يرضي عليكم اميمة انا مزوج فيكم كنترجوكم فضلا وليس امرا ياك السي حسن اما كيما بغيت تكتبوا هاد الليله رشيده الا عرفتي الحلقه ديالها ناري اختي رشيده راه غادي غادي نزلو لك شي خطيه غادي نقصوك شي حاجه غرامه غرامه ديري ماشي والو المتابعين ديالنا ميمه تحسعونا حتى تيتي تعاونا ماشي على الدرجه اختي رشيده حتى بزاف المتابعين ديالنا هنايا غادي رشيده نخليوها هادي تخمر بلاتي باش نخليها حيدها ليه غادي نديرو فيها شويه ديال البزار ديال الكمون ونزيد بشويه وان شاء الله غادي تعسل نديرو فيها واحد شويه المطيشه ديال الطاسه تعسل باش نرافقو بها الحوتات ديالنا على مولانا غنشوفو هنايا انا غادي نسير قياسي نجيب ليها بعدا ولادي تيجيب لنا ولادي على مولانا ماشي مشكل ديك الساعه نجيبوهم بحال السي حسن يلاه غنطيبو لكم الوالد هنا غيطيب داك البوبال اجي هنا يبان هنا يبان شنو غادي له البوبال هذا شنو غادي له بالسلامه ان شاء الله غنديرو في البرمه زيدي غنطلع عندي الفوق غنغردو البريمه يطيب ونبقى نسقيه بالماء طايب غديريه في البرمه وتسقيه تا يتفور في الكسكاس هكاك عاد ونبقى نسقيه بالماء طايب باش تمشي منه ديك الحروريه ديال 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 البوبال ها الله يخليك عاد غنعدو له شرموله ديالو بالزيت البلديه وبالسودانيه وب دابا انا وليدي دابا انت هي سقطي سقطي دابا مولاي ما سقطاش اسم سقطاش يا ودي الوالده سقطات يا بلديه بقى لي انا مضعيفه والله يهديك السي حسن والله يهديك السي حسن كل واحد يقول راسي كل واحد ما كاين لا ولدي ولا نفسي ها هي كل واحد والدة سيري صافي بابا ديالك الوالدة هما اللي غتكون المسابقة هنا من الفائز قدي راسك حنا الفائزين انا معاك انا معاك كوني معايا مرونس مع وليداتك الله يرضي عليكم الله يرحم والديك سيري الوالدة صح 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 ولا قهوة ان شاء الله يلا كراميسو على أميمة كراميسو كراميسو شنو اسمك كراميسو كراميسو أميمة يلا سي حسن هكاك مو هذوك يلا سيدي شنو غادي دير غادي لهم غير كبيرات يلا كبيرات يكونوا واجدين ناضين من رجلي غنديرو شلاضه ديال الخس والخيار ومطيشه وغنرافقو بهم ديك الكفيته رحمنا عليك والله بابا بابا كيفاش داك الشيء راه هو دوك الحوتات هو لاباتيش جاتني هذه اه شوما تيتيش كتدخل رغم ان اختها هي اللي كنحطو ديال الساعه هي ساعه وساعه صح سيري هي باش تبقى تزيد انت لا طيرا مستوى اللي تعطينا داك الشيء غنغلبو 100% اسيدي هادشي شي بالينا عندكم باش يزاكي واحد الله العظيم اللي تنبشر انا فهاد الشيء هاي يا خوتي صنبوكم اللي جات عندكم انا ما غنديرو متابعينا الاوفياء غادي نفزكم ان شاء الله هادو في القهوه ياك احسن والحاجه الاهم راه خصنا داك اللوز راه داك اللوز باش يزيد غادي تجي لك واحد الكيلو ديال ديال بابوكا غادي نحسن عشان علاش المتابعين غادي نمشي دابا عند الخدام صاحبي انا عيطت له وجد لي واحد الكيلو ايه باش وغادي نحلي باش يجي شويه خاطره
هذا اللوز المتابعين سلقناه انا البارح سلقناه انا ورشيده. من جبت هذا اللوز حسن؟ هذا اللوز في معدن سابي قالت لي النسيبه العزيزه. يعطيك الصحه ودي السي حسن صلى الله عليه وسلم. وغادي نحاول ما امكن باش يعني نكتم شويه ديال الذكاء ونغير لكم شويه من يعني من غير الليمون 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 حتى اللوز راه قال لي انا اللوزه ديال الذكاء ديال الذكية. برافو عليك السي حسن. هو نشوفوا شنو غادي دير هنا اميمة شنو غادي ندير لك الجبنه. جبنه الماسكاربون. ماسكاربون يا سيدي يا شي ما تيجي بايضة. برافو عليك. غندير شويه ديال الجبن. الجبن العادي. احنا رجاسة ياما احنا ما كناش. ايوا هذه صراحة أكلة ماشي. ما كانتش هذه أكلة أوروبية. أوروبية. غادي نشوفوا إن شاء الله يا ربي هذه كنكثر منها ولا ما كثرش منها. زكريا زيدنا في الصداقة المعنية. زكريا خصها زيدنا في الصداقة الصراحة تقال. زكريا خصها زيدنا في الصداقة. هذه كتبارك الله فراغ من الصغار ديالها كت. والله إلا تيبان لي يعني غتوادمي الأخ زكريا الله يوفقهم الخير. وحتى هي الحداقة والصبر والمعقول. إيوا الله يسخر لي هذا المكان. آمين. الله يسخر لي ونتجمع لنا شي جوج دريرين ونجيبو لنا إن شاء الله في الصيف. هاد العام غنمشيو نتبحروا الحسن. غنمشيو للحسيمه ان شاء الله العام. الله يخليك. ما كاين لا هكا ولا هكا غادي قدامي وتزرع قدامي. سيدي مرحبا. حسيمه ولا كادير؟ لا الحسيمه هنا. غنضربوا لك السردين ديال الحسيمه هنا. مرحبا. تيعيطوا لي لنا جوج الساعات خاصك تجي للحسيمه. مرحبا ان شاء الله يا رب. ان شاء الله باذن الله حنا من العين. ان شاء الله ان شاء الله. هذه تيتشم. صافي عندك وحيدوا البريزي ما حيدوا البريزي. لا غادي نبغي هذا عاوتاني. ياك. غادي نضرب حتى هادو شي شويه. يلا دابا. ما تحليش لاكريمه البنات. غادي نبقى نهز شويه وبقى نخلط وبقى نخلط وانا غادي. يلا نشوفوا معكم. شوفوا كيفاش غيهضر معاك. خلطي باش كنت صغير خلي نهزي. خلي يجي ولي كومونتا. خلي يجي. خلطي اختي. شوفوا رشيده شنو كدير. رشيده. هادشي اللي فيها اختي راه متفقش انا. شنو زيد دابا نفس السلامة؟ زيد بالدية. شوية زيت بالدية، شوية كمون، شوية. وخصو بزاف وبزاف طيبات وخاصهم ماشي مشكل. الله يشوف انا يضرب عليا العذاب اصاحبي، العذاب كتعجبني نقنر في المبلغ. دير اصاحبي دير اصاحبي دير اصاحبي دير اصاحبي. هانتوما المتابعين خير. كاين الحمد لله جديد دير اصاحبي. انت بيدي اصاحبي. تبارك الله. والله الا الشوك مازال بيدي الشوك اصاحبي. على الحسن بلا نديرها بحال العام اللي فات تسقطني. ابدا هي الله. غادي نعطيكم دابا رسالة واضحة غادي تجي كأول فيديو اجوا عندي هنا وقولوها لي. هذه اللي غنحطها ان شاء الله في اول فيديو اختي رشيده. تفضلوا. شنو غتقولوا للمتابعين ديالكم؟ المتابعين ديالنا الله يجازيكم بخير، الله يقبلكم الصيام، والله يقبل الصلاه، والله يقبل القيام. ونطلب الله تعالى وتبارك يعني حتى حنا هذه المجهودات اللي تنديروا يكون في الميزان الحسنات ديالكم ان شاء الله. بغيناكم كاملين تصوتوا علينا انا ولا اميمه ونكونوا نديو المرتبه انا فيما يخص الدراري فيما يخص الحسن بغيت نطحن الحسن وياسين بغيت نضربهم نعيدهم من الطريق. والله يجازيكم بخير راه بكم غنحيدهم انا واميمه. ما بغيتش انا رشيده ما بغيتش انا هضر راسي نحكوا علينا الله يجازيكم بخير. الله راه غادي نحكوا رشيده بغينا نعرفوا المفاجاه اختي رشيده ما كانش قادر نصبر. ماما كراتيتيش ماما كتصور والله الا زوينه نخليها والله الا زوينه زوينه المفاجاه غيبغيوها المتابعين ديالنا يعني غيفرحوا بها حتى هما كما كتشوفوا المتابعين ديالنا رحنا عارفينكم كتبغيونا. واش من المفاجآت الكبار بعد هذو ياك؟ كبار. السلام عليكم. ماشي صغيرة كبيرة. يا سلام. قدها قد قد. ولكن خصني نرجع أنا. السبا كيما تيقول راه. أنا بعدا نقول لك راه ما ديتهاش أنا ما قدمتش أنا والو. أحنا اللي كنا. نضرب سكرتها غنسكتو. اللي بغى رشيدة تدي الطوموبيل خصكم تصوتوا حتى على حسن باش يغلب الحسن أو ياسين باش أنا وحسن نكونوا في المرتبة الأولى وديك الساعة إن شاء الله الطوموبيل. بغينا زعما الصراحة بغينا مسابقة الجوجة. لا خويا. اللي بغى تحدي السمر. وليني كما قلت لكم غتكون باسم ديال رشيده ولكن رشيده غدير لكم واحد المفاجاه النهار ديال القرعه ان شاء الله اللي هي غتفرحوا بها المتابعين والله الا عندي يقين غتفرحوا بها وغتعجبكم واش غادي نقول لكم شنو احسن نقول لكم شنو بلان بالكاع ما تحكمش على البال كاع واحد الطيفه جات اليوم عرفتها عرفتها صافي شوف ديك الطيفه نخليوها ان شاء الله زيد يا هدى زيد يا هدى زيد 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 باش هي الوليده ديالها هي ماما والله ما بقى والله ما عرفت المتابعين غير حسيت وصافي والله ما عندي خبر اللي راه غادي تكون شنو كتقول على هدى حسن هدى الله يعمرها دار معمرة علينا وتوحشناها وبلاصتها كبيرة عندها واحد المكانة كبيرة في قناة محبوبة يعني جزء منا لا يتجزأ نطلبوا الله تعالى وتبارك الله يسهل عليها والله يخليها في صبرتها والله يخلي لها مجموعة والله يخلي لها أمها
اه جات هي ماما 100% جات هي ماما غتخليها صافي على مولانا ماما راه ما كتبانش في الكاميرا لا ما تتبانش خلوها البيس اوه هودا جات عطينا ان شاء الله صافي بان لنا الناس ناس حسن شكون بحالك جاوك الضياف النهار هذا راه زوين مع مراته بنت ادريس غتفطر معنا ان شاء الله بتروحها صار اش درتها انا شفاء اه شفاء سي دابا صغير قصي ايوا ونديرو حنا يلا متابعينا الاوفياء التيراميسو ها هو دا تيراميسو خويا تيراميسو ولا باتيس لاباتيسا اميمه لكن الاسماء الواعره غادي نحفظ هاد الاسماء د الحوت دخلنا عليك والله الا غادي نحفظهم قلبي ما عرفتو السيد المعروف السر المعروف لاباتيس هذيك الشطون الشطون عطيني السميه بحال هكا الصول الصول هذا وايدي غادي نشوف شحال واش تما ما في الكاميرا ان شاء الله احصاء اودا اجي معنا هناش ودابا متابعينا الاوفياء غادي نحاولوا نسلموا ان شاء الله تعطينا حتى هذا شي كلمه ان شاء الله على قناه محبوبه التي في انا بغيت نغيب عليكم باش نجيب شويه لافوكا من عند السيد راه موجود عليا كافي حسن داك الشاصه شي حاجه خلاص ثقيله خاطره غادي خفيفه مع اللوز غير خفاف غير قلال وحنا كثير ياك غير زعما شي كاس كاس بركة لا ما كاينش كاس كاس ياك بزاف تقد مزيان فاش تصلي مزيان التراويح ولكن غادي نخص القراءة ديال سفيان والله إلا الأخ سفيان المتابعين أقسم بالله العظيم نعجبهم إلا أي واحد فيت غير عندك ديك الزرب قال لي أخويا أش غنقول لك قال لي رهيب وعجيب ذاك الإنسان قال لي ما شاء الله صوت رائع قراءة ما كاينش أخطاء كاين تجويد كاين قواعد يعني ضابط شغلو تاع عسلام تبارك الله عليه الصلاة والسلام تاع عسلام تحية لخويا عسلام هو من عطلاتي تا البلاد الله عمر هذا والاخ سفيان قال لي الجزائر قال لي والله ما كرهت اخويا قبل داك الزعيم اللي كيصلي بينا وقال لي انا ما كنتش نصلي التراويح ما تنكملهاش قال لي قال لي سبحان الله العظيم من جا الانسان ما تنكمل التراويح وانا بدوري حتى الحسن ما كنتش نكملهم هذيك ربعه سته وتنخرج دابا والله العظيم مع الاخ سفيان والله تنبقى كاع معطل في جامعنا هو التالي ترتاح مني صافي الراحه ديالي القراءه والخشوع ويعني وكاين ديك الطبقات ديال الصوتيه رائعه انا صراحه مشيت للجامع وسمعنا الصوت ديالو حتى العيال في الفوق تبارك الله عليهم هدى نتمنى يعني اجي هناش اجي هنا يا هدى هذا غاس ما اختار اجي اجي عاوني هدى ما بغيتش عندك شي فكره انت اجي هدى اش قول لك ما يكون عندك شي وجهه انت هي الوجهه انتوما غتعاونوني انت رشيده تعمرونا البيتزات يلا بغينا نشاركوا معاهم الصراحه ديال حسن البيتزا حسن شوف الطبق الرئيسي المهم اللي مركز عليه هنا هو لاباتيش ديالي لاباتيش المتابعين لاباتيش باللايكات لاباتيش المتابعين الله يرضي عليكم لاباتيش هذا صاد وقت حصا صاد وقت حصا يا رسول الله بعد غبتيهم على ياسين شحال حسن ميك لا شوف ما تسقطني اخوتي الله يسهل عليكم حسن ماشي كنحسبوه بمقام ديال خونا لكن المقام ديال بانا الثاني والله العظيم ربي اللي شاهد والله لا حصل ديك الشيشه الله لا يخطيك خلاص وجهك اخويا ان شاء الله هذه المسابقه ديها كبار ديال الدار سي رشيده وخويا حسن ان شاء الله يا ربي تقيد عليهم طموحهم وتقيد عليهم ان شاء الله يا ربي صافي بلا ما نسيتو المسابقه الجايه لا والو احنا كنسلموا وراه كاينه واحد المسابقه جايه ديوها كاع كنسلموا والو الله يرحم الوالدين الله يجازيك بخير الله يخلينا يعني هكايا ونطلب الله تعالى وتبارك ما يدخل بيناتنا شي واحد وما تكونش بيناتنا شي عداوه ولا شي كره للقدام حسن جاي واحد المسابقه الجايه ياك بطبيعه الحال الحياه كلها مسابقه وكلها يعني الثالثه دابا الثالثه اللي غادي تكون ان شاء الله اللي غتبدا اسيدي حنا مستعدين يلا يعني غدا نجيب طاويه ندير فيها حسن يلا هدى يا اخي هدى السلام عليكم صحة شو مزيان هدى شو هدى شو مزيان 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 هدى يا صلوا لنا النبي يا سيدنا اسلام رسول الله جاه يا جاه سيدنا محمد اش حصه حدانا اسلح حسن سيدنا واحد الصوره از مره جوج مره جوج اسلام على رسول الله الى جاه يا سيدنا محمد اللهم اجل يا كرهك هدى حنا المغيب يا هدى احسن من جاب
أين المغيب يا هدى؟ اشتقنا إليك يا هدى. أنا ماشي اشتقت إليكم. والله باش غير تلحن بكم والله توحشكم. جبتي لنا الوالده بعدا ياك. كيبقى الشيء بعدا تخيل مع العمليه. الحمد لله كلشي مزيان. برافو عليك قابلتي دازت الامور الحمد لله بخير وعلى خير. ضروري داك الشيء علاش غيبت عليكم وتنشكر المتابعين ديالنا وتنشكر كاع الناس اللي تيسولوا عليا في كومنتيرات في انستغرام وفي اي فيديو حطيتو. الاصل الحلو. والله قاسم تيسولوا عليا وحتى الناس تنتلاقاهم اقسم بالله وبشهد عليا على ما اقول وانا صايمه تنتلاقاهم في الجامع في مدينه الخميسات. كلهم تيقولوا لي ونعم الناس انت اللي معاهم وتنتي بنت الناس كون ما لقاش بنت الناس ما يضافنيش وسطهم وبشاهد والله القسم وتيقول لي توحشنا بغينا نشوفك في دار محبوبه وانا جيت على دار محبوبه. هدى هدى والله ما تفرقني لا سوى الموتى تنقولها في اي فيديو وما مازال حتى انا تنقولها. هدى دابا غاتمشي غاتصيح حدا الوالده انت ضيفه معنا فتتفضلي مشكوره. متابعينا الاوفياء التيراميسو غنشوفوا ان شاء الله التيراميسو واش طلع لا هذا دابا ضربت ثاني يلا حسن ما بقى لنا ما غنتسناو التيراميسو هذا الشيء حسن لي بودوا لا لي بودوا لي بودوا اسمع اسمع سي زكريا هادي القهوة ديالنا مخلطة يلا شوف حصك تدخل الحداقة الله يهديك دابا دابا ان شاء الله الله يرضي عليك الحداقة الهدا شتي يكون عاوتاني انا ما عليش انا ما عليش غير نمشي نصاوب هذا العصير تيبان لي هو اللي تيبان لي انا غادي نقدم فيه والله ساهل عندي مع التمر يلا متابعينا الاوفياء دابا غتبقاو معنا ان شاء الله تشقي بزاف منك هذه القهوة غيتحط هنا شنو غيجي فوق هنا؟ غادي تجي هذه الكريمة نيت من فوق ونعاود ندير الطبقة هذه وعاوتاني الكريمة من فوق ونخليوه في الثلاجة جوج سوايع حتى يخرج ونديروا الكاكاو الفوق. فين هو الكاكاو؟ الكاكاو ها هو انتم متابعين الاوفياء كنشدوا هذا التيراميسو كنفزقوه بالقهوه الماء والقهوه لي بودوا كنحطوا هنا مسف كامل كنشدوا هذه لاكريمه هذه اللي خلطنا قدامكم كنديروا الطبقه الاولى كنعاودوا نهزوا عاوتاني هذو الطبقه الجوجه فوق ذاك الكريم كنسفوا عاوتاني كامله وكنعاودوا نحطوا هذه فوق منها وكنديروا في الثلاجه حتى تيجمد ملي تيجمد كنخوي إيه الكاكاو واش قالت الدكتور مسكين تحيه لي قال لي الساعه 6 تشهي وانا بغيت نطبق اخويا اش بغيتو عندنا تحيه للدكتور من نتا راه مسكين راه مع المنتخب فكادير غادي نديرها فكادير هو اللي بس مع موريتانيا تبارك الله ما شاء الله الله يرضي عليك قال لي تتشهي وانا اخويا حسن العريسه تيدير لك الاطباق قال لي والله قال لي وانا شفت شي اللي كان في المراه المراه كوزين تاع حسن المراه خصها تبدا في الكوزينه وتربي وليداتها المراه هي الكوزينه المراه كوزينتها الحمد لله المراه هي الدراع الكوزينه والعراض ودارها اي شان سي حسن ولكن شفت كريم اخر عاوتاني هذا خرجتي من عند سمعتي آه في الكريم اللي غنديروا من فوق غادي نخلط كل شيء دقه واحده حيتاش هذه المتسبين باش ما طيحش حتى شويه في الثلاجه يلا حسن شدوا معاهم واحد سميتو بالزربه تكون نيس انا نزل الناس راه السيده غادي تخسرنا الله يهديك حسن بغا يزرب هذا بغا يغلطنا الله يحمي والدي وانتم الخوت غادي نديروا بوز بما درو السبيل ولا غادي نديروا واحد التخيطه هذه هذا فيها امور ماشي حاجه يلا واي راه خلق انا نمشي نجيب الحصن دافوكا ونمشي غنحيد هذه البيدله سير السي حسن خذ راحتك اه لا لا السي حسن حيدها حيدها من الاحسن تحيدها طيح بيا ما شفتش واش غتقول لا لا من الاحسن تحيدها شوف راه شفتها رشيده راه عطينا عشت هذا النهار هذا والحداه كاع وكذا وسيرتو دابا فاش دخلوا الضيافه غادي نمشيو دابا نأزرو بعدا غنمشيو نجيبو نمشيو نجيبو اميمه غنمشيو نجيبو ملك وانس ملك وانس وحنان وسفيان سفيان الفقيه وسفيان ديالنا وعيطوا لي الناس قالوا لي شكرا اللي قلت معكم الاخ سفيان يعني يعني وكرمتوه وما فيه الله يهديه لكم الاخ سفيان حتى نحسبوه عائله والله المتابعين الواحد اللي تنرتاح له انا وتنحس به داك الانسان اللي ما غاديش يأديك يعني في واحد النفخ واحد النفس هو انسان ما يأديكش هو الاخ سفيان الفقيه الفقيه وما سفيان راه ولد عمنا هذاك بطبيعه الحال راه عائله الحمد لله عائله هذاك راه ما فيش كاع صح صح على ما اظن سي هذا النهار كان عندك واحد واحد المعروض في الدار نهائيتكم الشيفا بنت خويا ادريس مسكينه اللي تبي لا الصباح وقتها تفطري معانا تايا ان شاء الله تفطر معنا ان شاء الله يا ربي والحمد لله الحباب مجموعين. بغات تشري ماكل الحمام هاد العشيه قول لها جيب حوايج ان شاء الله يا ربي على حساب القرايه شنو عندها غدا ما نعرف. اي ظلمه كانت قاريه ان شاء الله نديها معايا كانت قاريه. خاصه شحال صبر خاصه اميمه. راس بلاتي بعدا نبان قدام المجلس. راس وقصبر راس وقصبر حمص. قولوا غير قولوا. خاصه. فين فوزان. شتي ياسين شي بدري ما صرمش انا. شاي ياسين. ايوا صافي. الكراس والقزبور؟ لا الكراس والقزبور. دابا ابراهيم نرحلو كامل نجيبوهم. يلا على مولانا ها انتم كما كتشوفوا السيف هذه ديال التيراميسو. صافي كلشي كلشي ضربان نيتو. لا غيدوبوها لا 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 ما خصش عاد يزبد بزاف باش ما يكونش الماء. ياك.
هما دابا في الثلاجه شوف كاع راها في الثلاجه اه راها فضغيه دابا نقهر القهوه شاده نقهر وليت اه شوف انا اش كيطيب هنا عاوتاني هاد المطيشه هي كتب باش عرفوا الحدا قال كيف اش الفطور تيخص كلشي يكون محطوط شي ملي يكون كلشي محطوط في البلاصه سبحان الله غادي تيطيب الفطور كتعرفي انت شنو كديري واش زعما تقسميهم محصو اه باش ندير التقدا ديال هذا صبرافو عليك هذيك الفكره لا 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 بلاصي شوف هكا طول اه عاوتاني ما غايجيش شوف محصو شوف هكا شوف ما يجيش لا لا يجيو جوج غيفزقو هكا غايجيو طالعين طبيهم تماره بزاف فزقي وحده بعدا فزقي وحده انا نحسن يلاه صافا راك عليهم حطيت هكا فزقي الاخرى فزقي وحده اخرى ياك عندهم تيراميسو موجود صافي زقيح في راحته غادي نوريك انا الطريقه ما تضربش الشماله حطها على جنب هذيك نيت على جنب هكا ها هكا كي جاو جاو واعرين صافي جاو في النين وبقى يتقسم يتقسم ما غاتسالي حتى غدا لاصق جوج ضربه وحده يفزقوا لي تحت صافي فهمتي كيفاش عرفتي تحطهم وحده 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 هكا صافي بارك عليهم بارك دابا وحده غتقسميها غير وحده انت تقسميها وجهي واخا توجهي هاني خصها تجي كريمه كريمه غتريقل لك دابا وحده الله الصباح صافي مزيان هذوك الجوج نتقسميهم صافي نقريهم جوها قط صافي وحده كافيه بارك صح يلا حصل كريمه او ميمه لا كريم بغيت نشارك معاهم داك لا كريمه انا دابا نيت او ميمه دابا نقولوا غير شويه علينا دابا هذاك هكا كاين داك البوش لا كاين جميع بعيد من هذا الزعيم يديك شديك كنوريك واحد القصه زوينه غير شديك انا مزوق انا مزوق شوف وما يجري عليك والله حفيظ والله حفيظ ضيع لك داك الشيء والله حفيظ ضيع لك داك الشيء والله حفيظ ضيع لك داك الشيء وما يجري الحسن شوف 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 الطريقه شوف الطريقه والله العظيم الا عندي الصح بالله شوف شوف في البلاصه انتم تجيبوا عددكم تبقاو تعصروا على براسة احسن الله يهديك سيري الزياد شي وطاح امي لا ماشي راه كنت هذاك شي فين الحال والله هادي حسبني هو على القش دابا غادي تبقى اخرى ديما نديرو كويسه تحبسو وياكلو الدراري واش ممكن ما غاتش ما تشط الكلمه يا ربي غير تكفي غاتكفي غاتكفي غادي نديرو ديال لي طاجين يلا متابعينا الاوفياء غاتبقاو معنا ان شاء الله غادي نرجعوا بعدا الحين نشاركوا معكم ان شاء الله البيتزا غادي نشارك معكم ان شاء الله الحشوه ديال التعميرات ديال دوك المليويات ديالنا الصغار غادي نشارك معكم غادي الخبزه غنديرها احسن صافي غنشوف اخر تخدم ان شاء الله ونوريهم الكويته ديالنا كيفاش غتجي وكيفاش غتجي هاد سبيشال ديال تيجينا كروفيت هذا كروفيت صوص الكروفيت يلا شنو تقول لهم سي رشيده غنطفي عليه صافي حتى يوصل قول لهم بقاو معنا متابعينا الاخويا خليكم معنا المتابعين وكثروا لي لايك الحسن ولي كومونتير ديالكم وهلا يخطيكم وشكرا لكم بزاف مهما انني شكرتكم ما غنساليكش خلي مع خليكم معنا اوه حسن ورشيده معاونين داكشي ديال الفكره ديال الموسيقى ديال الغير كواتي صباح خوان وين الله يعطيكم الصحه الدي حسن صح زي لافوكا خويا مشيت جبت لافوكا خويا اسيدي باش جي فطوم قادو ما خصوش نتشطرو دابا قال لك اشتغل كي تحتاج ولا تجاوب معليش انا ما خصناش اخويا نتشطر اخويا شو قالت جبت تما حصان ما شتيش هادي اسيدي باش انا عندي الى الفرن ان شاء الله يا رب انتوما كتبيعو انتوما كتبيعو اصواتكم انتوما يا خشاش شتي شي شويه ولا لك باش تشي شي شوخ سي ما شتيش انا الامل ايوا ما نعرف والله ما نعرف اش تقول انت ما نعرف انا مشيت في مقاطع يا هي 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 هذا السوء عمر عندي الا لا حصه هذا السوء ديالك الزر المعلمي ربع كبير ربع صغير شحال بغيت يا سيدي خريتي واحد عندك شي شهي لا لا شفا شفا ناشطة معنا فرحانة اه كتهلا الله فيك عمتك شوية ايوا مرحبا بك ها شوفوا هنا اش كدير اميمه انا بيتزات درنا اليوم الدار سميتها تتشرى بزاف هادشي هذا هادشي راه هنا متفقين في هادشي يا ماما بغينا ما بغاوش هاد الناس اميمه تتشرى بزاف هادشي اميمه هادشي ما كان شي جزار وصناه ما كان شي مول الحوت عسنا عليه الواقع ديالها انا ما بغيتش نجح المهم دابا اختي رشيده شنو دابا نتايا طويتها جوج مسمنات كندير وحده في وحده اه ديجا اه وحده في وحده وتاي يطلقوا لي شويه وغنعمر نطلق وحده ما بغاتش هاد لاباطيشه عاوتاني نطلق الثانيه ونديرها فوق منها يعني خبزه كبيره ان شاء
شاء الله. نرجعوا لهم بعد الحين ان شاء الله يا ربي باش تشوفوا التقديم. لاباطيس 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 لاباطيس. شوفوا داكشي كيفاش جا حصان نشوفوا معاك انت هنايا. واخا اختي ما عرفتش. لاصوص ديال الحوتات ياك رشيده. بقى دابا غير داك الكروفيت تحط هنا. وهذا راه فيه كروفيت. اخذنا عليك ها هو الكروفيت. خبي من واش هذا كامل ما بالكش. خبي من واحد توصل بالليل ان شاء الله ندير معاه خدمتي. تعال لي ان شاء الله. ما كتسمعنيش رشيده. اختي رشيده. ضحكنا عليك بالله. لا صافي راه غير تشدي معايا العكوس تلومي غير راسك. لا شد لك رشيده انت تحطك بيديها هذه الشربه. يا سلام هاي كتطبخ داك الشيء ان شاء الله. وعلي اللحمه الحمصه والكفته ان شاء الله. غير لك رشيده. يلا حصا يلا حصا يلا حصا نشجعكم انا ونسميشو لكم. بسم الله. حصا 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 حداك حصا هذيك ضحكت عليك والله عافيك. ما يمكنش خوك واش يضرب واحد الحصا. ما تتقلناش. صافي يا مولاي حسن. لاباطيش المتباين لاباطيش والكتابه تعاليف تعاليف ضليل ولا حسن. شي حوت صراحه قالها لنا مول الحوت قلنا له سميت هذه قالت لاباطيش. صافي. ايوا هذا ما كان دابا ندير دابا ندير الريشيرش عليها ان شاء الله نعطيكم الفوائد ديالها نعطيكم كل شيء. متابعينا الاوفياء بقاو معنا ان شاء الله يا ربي. نجيب القياس يكون القياس المره. دخلنا عليك بالله. لوغوكان. صور اعطيهم اعطيهم التليفون. زيدوا حصه زيدوا حصه انتم واحد السؤال اعطيهم بيتزا اعطيهم بيتزا. ما شفتيش هذا تيراميسو راه وجه. زيدوا حصه هنا شوفي هنا رشيده. نزل من الويه ديالك. انا متصور اسيدي ما شفتش انا بانو. من الويه ديالك احسن من الويه ديالك رشيده من الويه ديالك. احسن. يلا شوفي هنا. سيريو قبل ما تسيح قول لي. واعره والله الا شفتكم خوت كما كتشوفوا راه الشبكه. دابا القضيه خربات. شو 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 على رشيده تحرقيت رشيده في يديها يا طيب. والله الا متابعيني. يه يه يه. عندك عندك كل شيء. ياكي شوف على حالتك. يا سلام. ما تقولش راني مع حسن يد بيدها وديت الحسن. واو على حداك تبارك الله والتاوي ياك وليدي هاك. شوف اختي حنان انت يا خلات 9 عام وانت تدير لافوكام كتاكل العصا ديرها بقشر ولا قشور وراكم طلعتوا بالطوندونس في الفيديو ديالك. ايه فرحانين. شكرا على البارطاج ديالك. والله يا ودي راسو العين اختي حنان ما كاينش المشكل. يلا متابعينا الاوفياء انتم كما كتشوفوا هذا الشيء ديزاين وزواق. هذا الديزاين وزواق داك الشيء ياك. الله يعطيكم الصحة ولا حصة سيدي كتصايب الصور ولا المرنة هذيك ولا الفيف. الفيف الفيف كاين داك فيفو كاين في التليفون شوف كاين الفيف في الحوت. اييه الفيف ديال الحوت هذا. انتم خوت كما كتشوفوا الحوت الجو جاتني كيفاش جات. شوف 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 يا سلام خرجت طرب متابعينا الاوفياء غتبقاو معنا ان شاء الله غادي نرجعو لكم بعد حين. وهذه لاصالات ديالنا. هذا الكفته راه هي كطيب الاخر مازال ما ترجعوش طيب مزيان تبقى حتى التالي. هذا خلاص هذاك الكلوبيط بلاصوص طوماط ونشوفو هنايا كيفاش جاتنا سميتها بيتزا. بيتزا بيتزا كي دايره تبارك الله. هذه البيتزا ولا حيد بالك هذه يقولوا لنا بيتزا دابا. كتعايرين دابا على حسابك. لا ما نعايرك ما والو. كتعايرين. ها انتم الخوت كما كتشوفوا. الله يحفظك اللي جات لي مسكينه خودي اللي جات مفرن باش ما تبقاش تحرقي. ام تي ام حنان ام وين هدى. ودابا غادي نمشي على العشره باقي احسن. مازال لكم بالضبط شحال هذا الشيء؟ التليفون ديالنا 28 28 مازال لكم ثلث ساعه نيشان. مازال. باش نسال على هاد الراسو وان شاء الله غنخدمو الطبق ديال حسن والطبق ديال اميمه راه يا سلام راه في الثلاجه. شوفو 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 سيتو هنا كان شوفو نشوفو طبقات. دخلنا لكم بلاصه الشمسون ديال التيراميسو هادشي ديال ايه ايه واش عريسه تما حليمه قادت ولا لا؟ الله يعطيكم الصحه الله يعطيكم الصحه صافي ونشطات وبخير وكذا. الحمد لله. لا مالك باباك راه عنده الحلقه ضنا لباباك في راسك باباك. ديروا له ليلات ليله حلينا بحق ماما وحلي اختي هادشي الشيء تهلاو 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 شفيفه راه شدات الكادو ديالها. شفت شفيفه الكادو ديالك كيداير؟ تريكي راه صافي راه سيروا لبسوهم باش يشوفكم راه سيروا لبسوهم. يلا متابعينا الاوفياء حسن في اخر حاجه جبنا واحد الحليب راه فازر والبارح ونساها. دخلنا لك الرايب فين هي؟ عرفتي واحد الرايب كيطلع رشيده كيفاش هذاك الرايب كيطلع تهاب كيفاش كيتما جواع جواع بايته فاخا غير نطلب الله ما نجيش مع شي واحد نتنافس معاه صافي عييت. متابعين بايته فاخا
شريتها كندير في الرايب 20 كاس درت عرفتي تلاقي حمق و 70 الاوبي باش نشوف شحال حصل باش يكون ان شاء الله واحد الفينال محتمل اجي اجي تشوف بين الطرفين الشوطه ماجي يا سيدي الله يخليكم الله يا سيدي مالك يا سيدي عطيوني المغرب و تيتي شرف قال لنا كطيب لي الخبزه ديالي المعمره راه لتحت. ماشي خبزه معمره؟ ايه واحد الخبزه. هادشي راه خطير هادشي. مي بغات بركوكش انا درت لها. حسن فين هو حسن؟ فين هو المسابقه؟ حسن قال لك مشي غير السن. ايوا ماشي غير باش. ما في مشكل. ما في مشكل ياك احسن. ياك ما في مشكل. بين الاوفياء راه شابكه شوف ديزاين باش تكون هنايا مزوق خطير رشيده الاذن اذن حصايه جات واو واو شو كات ياك اودي ياك هي الخليه مول مليح باع وراح ما بقاش ام حليمه هي حاضره معنا نظره ديزاين اخر ما يكون ام ما كتزوق باش تقدم حسن فين راك حسن ما عندي ما نقول اخويا باص اسيدي هادشي راه بزاف راه كنت تعب دار واحد المجهود جبار هو ولا اميمه هذه هي المقدمه اللي غنقدمها في فيديو حسن شنو تقول للمتابعين ديالك تواصل شنو نقول للمتابعين الله يرضي عليهم الله يرضي عليهم الله يسخرهم في الوليدات وينجحهم الوليدات ويجعل الضنايا تخرج مزيانه والزريعه تخرج مزيانه هي يرشحوا على السي حسن يديروا رقم اربعه ولا خمسه غير يكتبوا غير يكتبوا حسن المهم يكتبوا انا من لا اميمه الله يعطيكم الصحة شوفوا الخوت أطباق خطر شوف شنو زايبات كرا أمة شوف 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 الديزاين شوف التيراميسو كي داير شوف 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 دخلنا عليك بالله حسن زيرو شي طلو حسن صدقنا ذاك الراي سبحان الله العظيم مزيان شوفوا شي طلو حسن كاين شوية البرد المتابعين شوفوا حسن تما أنا ميع جالس نتفرج يا سلام على راي هاكا ودي هاك كنا جوج طبالي لا صافي ما عندي ما نسالك الطبله ديال راجل بغيتي تشوف الطبله ديال العيله لا صافي الله يعطيك الصحه والسلامه انا المتابعين ما عندنا ما ندير شوف خص يكون في الموضوع بالضبط ها شوف الخبز كي جا ياك اودي خليك هو كلشي معاك اخويا هاد النهار صافي ايه 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 ولا عمي حبيبي حسن اخويا راه برافو ليك ما تنساش لاله حنا تنظمت هاد النهار هذا ياك هاك سهله هاك سهله سهله ادري ما نجحوني في القناه ديال ما نجحوني يلا متابعينا الاوفياء الديزاين تشارك في التطابط يلا ما بقاش ما بقاش ما بقاش مول المليح باع وراح زيد اسيدي زيد ياك اودي اخرها زيد ما بقى والو شنو غتجيبي جات البيتزا جبتها هاي جبتها 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 حنان غير اجي غير اجي يلا الوالد ما بقاش حسن بان هنا سيدي صافي زيد 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 ما بقاش ما بقاش ما بقاش صافي الا شط شي حاجه خليوها تبقى حتى المرور ان شاء الله تصحوا ما بقاش ما بقاش ما بقاش مول المليح باع وراح ياك ودنا بعدا ودنا على برا ودن ودن على برا البنات ها انتم الخوت بسم الله ياك لوبيك شوبيك لوبيك درنا كلشي حطيناه شوف هي يلا سير انا نزل السماء انا نزلنا سميتها بعدا تبات لي سميتها سماك بالسخرة برديش ولا بخنا واو واو يلا تصبر تاني البنات هنا واش هنا يا سلام تبارك الملك تبارك أمينة تعطي ما عليك ما عليك لا كاين الحوت كلشي كاين لاباتيش لاباتيش أمينة لاباتيش 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 أسريبا يلا 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 زيدوا زيدوا سيدي زيدوا 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 أنا زدت لاباتيش غتجمعوا كاملين عندك واحد الصبر حسن ما خليناش شي عزيز زيدوا أم حليمة هنا تيتيش صان هادشي كافي هادشي غير ديزاين هادشي دار حسن كافي بركه ما عندنا ما نزيدو نديرو هاد بخف 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 واو يا سلام ما كاتبش بزاف ما كاتبش بزاف حنا يعيبوا عليا شويه هادشي راه بزاف هادشي البنات هادشي هو هادشي هو طون معنا شنو؟ اللي ما ورجعيش. بلاتي ام حليمه بقاي معنا هاي 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 بغيتي تجري على ام حليمه صح. لا غير باش تهز معنا الاطباق الاخرين. لا لا تهز الاطباق صافي صافي كل شيء مهم. ناكلوها حفصه. تجري لاصوص من الفار. واو 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 هادشي جاب هادشي جاب. لاباتيش لاباتيش. هادشي جاب جدا الخوت هادشي. صافي مرحبا بك لاله شيفا. سير لبوسي باش تاكل مع الدري الصغار. سير لبوسي معنا بها. نتلاقى مع شي واحد.
يا سلام اوا ودي هادشي يا سلام محلمة عندك تمشي في البلاصه انا الشهيه شبع صافي سي معنا محلمة داني هاد الناس هادو انا صافي يلاه اجي ندير واحد التصويره ان شاء الله جماعيه وصافي ديك الساعه سير بلا ما تشدكم لا غير لا والو البنات اجي 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 أميمة ميمة يلاه تعالوا تعالوا أميمة دير الصلابة راه واحدة راه درت الصويح تما ولا الصلابة اش ديرها هادشي دغيا هاك يا حسن حسن تيراميسو حصه تيراميسو كي حنا تيراميسو يلاه اجتمعوا هنا كاملين شوفوا في يلاه تيجي تجيب لي مع التصويره غادي باش حنقولوا مع السلامه يلاه زيدوا 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 كلشي بان هنا كلشي كلشي زيدوا 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 يلاه حصه يلاه شوفوا فينا حصه هنا يلاه رشيده حيدي داك سمتو قدامك شوفوا فينا هنا كاملين يلاه شوفوا فينا هنا كاملين مكملين مازال مازال واحد رشيده ما كتشوفش رشيده يلاه اش غتقول لهم في هاد الاثناء هادي باي باي عليكم ما ديروش جيم الحسن انا مزوق باش نجح يا راه سيدو السي حسن زيدو 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 تاع كيما ديما شوف بحال ينجح بابا بحال ينجحت ماما عندهم كواليس تنتظروا ان شاء الله على قناه ولد محلينا لكم الراي ديالنا ان شاء الله يا ربي يا راه محيحه علينا شي شويه يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يلاه سيدنا نلقاكم في هذا الاثناء باي باي عليكم الى فلوق قادم ان شاء الله وشكرا للجميع رجال بوحديتهم العيالات بوحديتهم بحال العاده الوالده كيجا كتشيرها زوينه ولدي غزال يلاه ما غنقول والو ان شاء الله الحلقه ديال ولد محلمة باش نعرفوا الراي ديال السي حسن حسن غيفطر خلاص بالطابليه ديالو بقاو معنا الخوت